هذا وأبدت مساجد الفلوجة تضامنها التام مع الشعبين السوري والتركي اللذين تضررا جراء الهزات الأرضية، فيما دعا إمام وخطيب جامع الفلوجة الكبير إلى الضحايا الذين وقعوا ضحية هذه الكارثة الطبيعية المأساوية. رحم الله من مات واستشهد في بقاع الأرض من أمة محمد، وأعان الله أهلنا في سوريا وإخواننا في تركيا وأحبابنا في فلسطين على بلواهم، داعين لهم بغيث ونجدة من السماء، فما الحيلة الآن إلا بالدعاء؟ إني داع فأمنوا. يا أرحم الراحمين يا الله، يا غياث المستغيثين يا الله، يا نجدة الطالبين يا الله، يا بغية السائلين يا الله، يا ملتجأ المضطرين يا الله. إن في الأرض وفي البلاد والعباد من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت يا الله يا الله. نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك يا الله. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا محرومين، اللهم لا تجعلنا من المطرودين، اجعلنا من المرحومين والمقبولين يا الله يا الله. يا غيث نجدة الله لأمة محمد يا رب، يا غياث نجدتك لأمة محمد يا رب.